صباح الخير والجمال عليكم مشاهدينا ومشاهدي قناة الصحة والجمال في مصر وكل الوطن العربي. برحب بكم وحلقة جديدة متميزة من حلقات برنامجنا نور الطب. النهاردة إن شاء الله راجع لكم وهنكمل موضوعنا بتاع المرة اللي فاتت. موضوعنا موضوع الكورونا اللي كل القنوات والبرامج دلوقتي بيتكلموا فيه، ولكن احنا هنتناوله من اتجاه تاني، هنتناوله من اتجاه رفع المناعة الذاتية للجسم. هنتكلم النهاردة عن بعض المينرالز والفيتامينز المهمة والضرورية لرفع المناعة، وطبعا زي ما قلت المرة اللي فاتت إلى أن يشاء الله والا ان يحدث الله بعد ذلك امرا ونلاقي سبيل من سبل العلاج، هتفضل الوقايه خير من العلاج هي الجمله المسيطره في هذا الوقت. اسمحوا لي نرحب مع بعض بالممثل الاعلامي ومدير تسويق شركه اكسترا ميد للصناعات الدوائيه الدكتور محمد صبحي. اهلا بك معنا يا دكتور. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا، مبسوطين حضرتك معنا المره الثانيه النهارده. انا سعيد جدا جدا وان شاء الله تبقى حلقه موفقه باذن الله. اكيد ان شاء الله. طبعا شاء حضرتك عارف ان احنا المره اللي فاتت ما حناش نتكلم باستفاضه عن الحاجات اللي احنا نتكلم فيها الفيتامينز والمينرالز، وعايزين نتكلم بقى النهارده عن كل عنصر من عناصر المكونات الموجوده معانا النهارده، ايه فائدتها للجسم وبترفع المناعه ازاي؟ تمام. بدايه هنحب نكمل الجزء اللي احنا ما قدرناش نكمله المره اللي فاتت في انواع الفيتامينز. الحقيقه احنا عندنا نوعين من الفيتامينز. النوع الاولاني هو الووتر سوليبل فيتامينز او الفيتامينات الذائبه في الماء. الحقيقه الفيتامينات ديت هي نوعين من الفيتامينات اللي هو فيتامين بي كومبلكس كله، اللي هو فيتامين بي 1 وبي 2 لحد بي 12، اللي هو فيتامين بي مركب، اللي هو فيتامين بي المركب ده اللي هو الدارج الاسم الدارج بتاعه اللي هو فيتامين بي المركب. الحقيقه الفيتامينات ديت بتتميز بحاجه مهمه جدا، وهي ان كلها الاكسكريشن بتاعها بيتم وهي دايبه في الميه، يعني مفيش منها اي مشكله في تخزينها في الجسم. تمام. الجسم بيقدر يتخلص منها بسهوله، بيقدر يتخلص منها من الكلى عن طريق البول، فمفيش منها اي مشكله. الحقيقه النوع الثاني من الفيتامينز اللي احنا عارفينه اللي هو الفات سوليبل فيتامينز. الحقيقه دي اربع فيتامينات مهمه جدا وبتلعب دور مهم جدا جدا في رفع المناعه، اللي هي فيتامين A وفيتامين D وفيتامين K وفيتامين دي. دي بقى اللي هي بتدوب في الدهون، دي اللي هي اللي هي بنسميها الفات سوليبل فيتامينز. الفات سوليبل فيتامينز دي او اللي هي الذائبه في الدهون، علشان الجسم يقدر يمتصها لازم تكون دايبه في الدهون، فبتدخل من المعده عن الطريق من الطريق دوت، علشان لازم تكون دايبه في الدهون. الفيتامينات ديت بتلعب دور مهم جدا جدا في المناعه. كمان المشكله الاساسيه اللي بتقابلنا فيها اللي هي ان هي بتتخزن في الجسم، الجسم يقدر يخزنها. فالحقيقه ليه انا بقول النوعين دول اكيد، لان موضوع ان هم يتخزنوا او الافراط في التناول بتاعهم هيعمل لي مشاكل صحيه بعد كده، وده الحقيقه اللي احنا يعني حابب انوه ليه بشكل كبير جدا، ان الفيتامينات ديت مش يعني ما ينفعش اخد منها جرعات كبيره وكميات كبيره بدعوى ان هي هترفع المناعه. زي فيتامين د يا دكتور لازم يتاخد بيونت محدده وبتحاليل معينه. بالظبط كده. فيتامين دي الحقيقه في منه كذا شكل موجود في السوق المصري، في سوق الدواء المصري. من ضمنها يعني حاجه مشهوره جدا نقط للاطفال. النقط دي الحقيقه يعني الجرعه فيها بتبقى بجرعات عاليه. ديت الحقيقه موجهه للاطفال اللي عندهم نقص في فيتامين دي او عندهم مشكله في امتصاص الكالسيوم. تمام. ما ينفعش طفل طبيعي او طفل بس عايزين نرفع له المناعه انه ياخد الجرعات العاليه دي، لان زي ما احنا قلنا ان الفيتامين دي من الفيتامينز اللي هي الفات سوليبل فيتامينز اللي بتتخزن في الجسم. طب يا دكتور ايه علاقه الكالسيوم بالفيتامين د؟ معنى كده ان الفيتامين د ما بيمتصش الا في وجود الكالسيوم، او الكالسيوم ما بيمتصش في وجود فيتامين د؟ دي حقيقه. دي معلومه مهمه جدا، ان فيتامين دي بيلعب دور مهم جدا جدا في الابسوربشن او امتصاص الكالسيوم والميتابوليزم بتاعه، او اللي هو التمثيل الغذائي بتاعه من اول ما يمتص لحد ما يكون العظام ويكون الاسنان. ففيتامين دي مهم جدا جدا سواء في الميتابوليزم او التمثيل الغذائي او الامتصاص بتاع الكالسيوم وكمان في المناعه. تمام. طيب بالنسبه ده للكاتا، احنا عارفين ان الكاتا دلوقتي ومسكنا كل منتج من المنتجات. تمام. ان الكاتا دلوقتي بيحتوي على الكالسيوم وفيتامين د. بالظبط كده، كالسيوم ومغنيسيوم وفيتامين دي. طيب. الحقيقه التركيبه المتكامله ديت مهمه جدا جدا سواء عشان رفع المناعه، لان المناعه بتاعتنا مهمه جدا جدا في الفتره دي زي ما حضرتك قلتي. مفيش اي سبيل ان احنا للعلاج ان شاء الله رب العالمين، يعني في موضوع البلازما بتاع الدم بتاع المتعافين اعتقد ان شاء الله رب العالمين هيجيب نتائج كويسه جدا. فمنتج الكاتا هو عباره عن شوب والتابلت او اقراص للمضغ.
الكاتا فيها 500 مللي جرام كالسيوم، فيها 400 انترناشونال يونت فيتامين دي. والحقيقه الفيتامين دي ال 400 انترناشونال يونت دول هو الديلي ريكويرمنت بالنسبه الجرعه الموصي بها يوميا، الجرعه الموصى بها يوميا. تمام. من منظمه الصحه تمام. العالميه. يعني يا دكتور قرص واحد كافي جدا؟ قرص واحد منها كافي جدا في اليوم يوميا، على ياخد منها احتياج الجسم من الكالسيوم، واحتياج الجسم من المغنيسيوم، واحتياج الجسم من فيتامين دي. بالظبط كده. هي صورتها واضحه معانا على الشاشه، نظهرها كده على الكاميرا. ده شكل العبوه. بالظبط كده. ده الاحتياج الكافي الوافي يوميا من فيتامين د والمغنيسيوم والكالسيوم. الكالسيوم الحقيقه ال 500 مللي جرام دايما احنا الموصى بيه في الحمل مثلا والرضاعه، طبعا بنحتاج كميه كالسيوم اكبر، فبنعوض الاحتياج اليومي بالكاتا، لان احنا اوريدي المفروض الست يعني المفروض البريجننت فيميل او المراه الحامل، المراه الحامل بالظبط كده، تاخد يعني تتناول جزء كبير من اللبن، الزبادي، الحاجات اللي هي الجبن، الحاجات اللي هي فيها كالسيوم بنسبه كبيره. عاده ما حدش بياخد جرعته الكامله يا دكتور او الكافيه من الاكل للاسف، فلازم سبلمنت او مكمل غذائي. بالظبط كده، دي حقيقه. فلازم عشان كده من هنا شركه اكسترا ميد للصناعات الدوائيه فكرت في المنتجات دي بالتركيزات ديت علشان ما نزودش الجرعات عن حاجات احنا مش محتاجينها. طيب يا دكتور المنتج الثاني بقى المنتج المهم جدا، المهم جدا جدا واتكلمنا فيه المره اللي فاتت اللي هو الاومكس، وعمل على فكره صدى حلو جدا وناس كثيره تواصلت معايا وطلبته فعلا. بالظبط كده. هو الاومكس يعني من ضمن البروتوكول الجديد لوزاره الصحه زي ما قلنا المره اللي فاتت، ان هو لازم بيتاخد يعني بيرفع المناعه، بيقاوم الفيروس بشكل كبير جدا. اتفقنا المره اللي فاتت ان الفيروس بيدخل من مكان معين في الخليه، المكان دوت اللي هو بنسميه الايس، الايس ريسبتور. الايس ريسبتور دوت موجود في الخليه. اللاكتوفيرين زي المنتج اللي عندنا اللي موجود معانا اللي هو الاومكس ده بيقفل الريسبتور دوت، فبالتالي بيمنع التصاق الفيروس بالخليه، بيمنع التصاق الفيروس بالخليه. بالمناسبه اللاكتوفيرين ده المكون العنصر المكون منه الاومكس. بالظبط صح كده. بالظبط كده. هو العنصر المكون للاومكس اللي هو اللاكتوفيرين اكياس 100 مللي جرام، ودي الجرعه اليومية المتفق عليها بالنسبة للأطفال. يعني ده كمان بالنسبة للأطفال، لأن الأطفال مهم جدا جدا نرفع مناعتهم الفترة دي، وخصوصا الأطفال مش هتقدر تتحكم فيهم زي الكبار. الكبير هيلبس كمامة، الكبير هتقول له التباعد الاجتماعي، اللي يقدر الجلافز يلتزم قدر المستطاع الحد الكبير، لكن الأطفال صعب مش نسيطر عليهم. نسيطر عليهم، فبالتالي المفروض أن أنا أرفع المناعة بشكل أكبر. الجرعة بتاعته بالنسبة للأطفال كيس واحد بس يوميا، بالنسبه للاطفال الاومكس كيس واحد يوميا قبل الغداء بنص ساعه. يعني قبل الغداء بالمناسبه بقى ده بياخدني لسؤال مهم جدا اساله لحضرتك، اتكلمت عليه المره اللي فاتت انه لازم يبقى قبل الاكل بنص ساعه، هيحصل ايه لو خدناه بعد الاكل يا دكتور؟ يعني ايه الفرق؟ هو الفرق ما بينهم ان هو هيقل امتصاصه بنسبه بسيطه، ولكن الافضل ليه انه يتاخد على معده فاضيه علشان يحصل امتصاص كامل، يعني يحصل منه امتصاص كامل لل 100 مللي جرام كلهم. كمان الميزه الافضل يعني علشان نطمن الامهات الاطفال عندها انيميا ودايما بيشتكوا من موضوع الانيميا، الاومكس كمان هيرفع الانيميا بالنسبه للاطفال، يعني هيرفع امتصاص الحديد بالنسبه للاطفال، لان ده الاساس في المنتج اللاكتوفيرين، ان هو عامل زي المغناطيس، المغناطيس ده بيمتص كل الحديد اللي موجود في الاكل وبيدخله الجسم، الجسم يقدر يستفيد منه. عشان كده مرسوم عليه كره دم حمراء. بالظبط كده. بالظبط كده. فالاومكس الاومكس من المنتجات الجميله جدا. اللاكتوفيرين الحقيقه اثبت كفاءه بشكل كبير جدا في مقاومه الفيروس، كفاءه من زمان جدا في موضوع علاج الانيميا، لانه زي ما قلت لحضرتك بيدخل الحديد اللي الجسم بيمتصه في الاكل بيقدر يدخله جوه الجسم والجسم يستفيد منه. علشان كده دايما بنفضل ان احنا نستعمله قبل الاكل عشان يتم امتصاص كامل، عشان يتم امتصاص كامل، وكمان واضحه طبعا على الشاشه. تمام. وعلشان كمان يزود امتصاص الحديد، فالحديد يقدر الجسم يستفيد منه ونعالج تماما موضوع ونتخلص تماما من موضوع الانيميا. تمام. العنصر بقى المهم جدا جدا اللي يعني بصراحه هو اكتر عنصر خد شهره في الميديا وفي الاعلام اللي هو الزنك. اكيد الزنك موجود عندنا في مستحضر اللافينو. الحقيقه اللافينو تركيبه ممتازه جدا زي ما اتكلمنا المره اللي فاتت موضوع السياسه الاحتكاريه للاسف اللي حصلت من بعض
يعني بعض الناس. وكمان يعني حابب برضو انوه لنقطة ان المواطن نفسه والثقافة بتاعت المواطن نفسه بتلعب دور مهم جدا جدا في موضوع الافيلابيليتي او تداول الادوية. لان للاسف بمجرد ما سمعنا ان عنصر الزنك او فيتامين سي او فيتامين دي لهم دور في المناعة من الكورونا، للاسف حصل هجوم شديد جدا جدا عليهم، حصل تخزين من قبل المواطنين نفسه. فالحقيقة دوت يعني خلينا نأكد تاني على الكلمة اللي قالتها الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، ان الأدوية اوريدي موجودة ولكن الهجوم عليها بشكل غير مبرر هو ده مش موجودة بالظبط كده. يعني ده يا جماعة شيء غير مبرر خالص، يعني اكشن او فعل غير مبرر ان احنا نجيب نشتري كل التخزين بقى اللي في الصيدليات ونحطه في بيوتنا عشان معتقدين ان احنا هيحصل لنا نقص او فقر في المنتج ده. ده مش هيحصل تماما، بتصريح من وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد. طبعا لافينو دوت محتوي يحتوي في داخله على الزنك بشكل كبير، تركيبة متكاملة جدا. تمام. الزنك ده عنصر أساسي فيه. الحقيقة كمان هو موجود فيه الزنك 11 ملي جرام. ال 11 ملي جرام ده هو الديلي ريكويرمنت بالظبط، ده الاحتياج اليومي، هو ده الاحتياج اليومي من الموصى به من منظمة الصحة العالمية في عنصر الزنك. كمان بيحتوي على أنتي أوكسيدانت مهمة جدا. الأنتي أوكسيدانت دي حاجات موجودة في الطبيعة، منها الفيتامينات طبعا بتلعب دور مهم جدا. دي أحبها البنات بقى يا دكتور، مضادات الأكسدة دي احنا بنجري وراها بالمشوار يعني. بالظبط كده. من اهم مضادات الاكسده اللي موجوده فيها فيتامين سي. يعني كمان فيتامين سي من ضمن الحاجات اللي احنا اتكلمنا عليها في رفع المناعه بشكل كبير جدا. ففيتامين سي مهم، موجود في لافينو، موجود فيتامين سي، موجود فيتامين دي كمان. حلو. موجود بالظبط كده، موجود فيتامين اي اللي بيلعب دور مهم جدا جدا. كل الحاجات دي كانتي اوكسيدنت. كمان في ماده مش موجوده بقى في كتير من الحاجات او كتير من المنتجات اللي موجوده فيها عنصر الزنك، اللي هي ماده البايوفلافينويد. الماده ديت ماده طبيعيه بتلعب دور مهم جدا في رفع المناعه، بتلعب دور مهم جدا كانتي اوكسيدنت. حقيقه ماده مهمه جدا جدا كمان يعني لاهالينا وابهاتنا وامهاتنا اللي بيعانوا من ضعف البصر اللي هو بسبب زياده العمر. الحقيقه ده شيء طبيعي ان حده البصر بتقل مع زياده العمر. الحقيقه بايوفلافينويد بيلعب دور مهم جدا جدا فيه. فبصراحه اللافينو من ضمن الحاجات المهمه جدا اللي احنا ممكن نستعين بيها دلوقتي في رفع المناعه بتاعتنا بشكل كبير جدا. طيب الجرعه اليوميه ايه يا دكتور للافينو ده؟ الجرعه اليوميه من اللافينو هي قرص واحد بس يوميا. قرص واحد يوميا زي الكاتا. بالنسبه للاومكس هي بس للكبار، ممكن الجرعه تزيد شويه تاخد كيسين في اليوم برضو قبل الاكل بنص ساعه. وقلنا قبل الاكل ليه؟ عشان يحصل امتصاص كامل لللاكتوفيرين او للماده الفعاله في منتج الاومكس. تمام. طيب يا دكتور المنتجين بقى التانيين شكلهم لذيذ خالص. دول اللي احنا الحقيقه ما لحقناش نتكلم عليهم خالص المره اللي فاتت، اللي هو الجيريفيت. هنحطهم بس على جنب يا دكتور عشان يظهروا اكتر. تمام. يعني تمام. الجيريفيت ده من جيري تومان دي جيرين، شايفه جيري مرسوم على الازازه. احنا دايما بنحاول يعني في الابحاث بتاعتنا ان احنا ندور على افضل حاجه ان الطفل يقدر يستفيد بيها. الحقيقه موضوع الادويه سواء الشرب او اي ادويه تانية، الام بتعاني بشكل كبير جدا جدا في اعطائها للطفل. الطفل دايما بيرفض الجرعه بشكل كبير جدا. الحقيقة. يعني حالات كتيره جدا من رفض الجرعه دي بتسببها بيوقع يا دكتور اكتر ما بيبلع. يعني لو وديت له معلقه مثلا تلاقيه هو موقع اكتر من نص المعلقه واخد تلتها مثلا. بالظبط يعني. كده. والحقيقه المشكله هنا كمان مش بس ان هو بيوقع الدواء، لا، المشكله الاكبر في احتساب الجرعه. حضرتك مش هنعرف قد ايه الجرعه بالنسبه له، هل اخذ نص المعلقه ولا المعلقه كلها. فبتبقى عندنا مشكله كبيره جدا. الحقيقه احنا حلينا الموضوع ده بشكل كامل جدا جدا مع الجيريفيت. تمام. الحقيقه منتج الجيريفيت من المنتجات المميزه جدا جدا في سوق الدواء المصري. الحقيقه هي عباره عن قطع جيلي. القطع الجيلي ديت الحلوى محببه جدا جدا بالنسبه للاطفال. القطعة الواحدة فيها 100% من الاحتياج اليومي من كل الفيتامينات والمعادن اللي الطفل محتاجها في اليوم. شيء هايل جدا. يعني حاجة ممتازة جدا جدا لرفع المناعة بالنسبة للأطفال. موجود فيه فيتامين A، فيتامين B كومبلكس كله اللي هو يعني فيتامين B المركب. يعني فيتامين A ألف وفيتامين B مركب وكل الفيتامينات بقى نكتبها لحضرتك. فيتامين C، فيتامين D، وموجود فيه الفوليك أسيد. حلو قوي. موجود فيه مغنيسيوم. ده حلو لشعر البنات الصغيرين اللي ما بيطولش. الفوليك اسيد هايل. مظبوط كده.
موجود فيه كمان المغنيسيوم، مهم. موجود فيه الزنك، موجود فيه الحديد، عنصر الحديد ده فيه موجود منه 9 مللي جرام حديد. شيء هايل استعماله مهم جدا جدا لكل الاطفال في كل بيت الحقيقه. تمام. خلينا نتكلم اول حاجه بيعملها انه بيرفع المناعه، والفتره ديت احنا زي ما قلنا محتاجين لرفع المناعه بشكل كبير جدا بالنسبه للاطفال، وهم دايما اوت اوف كنترول، محدش يقدر يسيطر عليهم ونقول لهم اعملوا والبسوا كمامه ولا كذا بالزبط. فالحل الوحيد ان احنا نرفع المناعه الذاتيه لجسمهم. دي حقيقه. النقطه الثانيه اللي بيستعملوا كمان ممكن يستعملوا الامهات تستعمل فيه الجريفيت، الاطفال اللي ما بتاكلش اللي مغلبه والدتها في موضوع الاكل والكلام ده، الحقيقه الجريفيت فاتح للشهيه بشكل قوي جدا، لانه بيحتوي على الفيتامين بي كومبلكس من اللي داخل في الحته بتاعه التمثيل الغذائي والميتابوليزم بتاع الكربوهيدرات. كويس جدا. فيقدر يبني اجسام الاطفال بصوره صحيه جدا. كمان عندنا مشكله كبيره بتقابلنا ايام الامتحانات، يعني كمان ايام الامتحانات التركيز دايما بيقل كتير، الارهاق والضغط العصبي. وبالتالي امبارح كان اول يوم في امتحان الثانويه العامه، نتمنى ان شاء الله ليهم التوفيق النهارده. اعتقد النهارده الحد، النهارده اول يوم، ربنا معاهم، ربنا يا معاهم ان شاء الله رب العالمين يوفقهم. الحقيقه يعني ينفع للكبار يا دكتور؟ ينفع للكبار. انا دقته المره اللي فاتت كان طعمه يجنن فعلا، بس كده. هل هو لو حد بقى كبير يعني حب يعني ياكل منه كده يوميا، هل في مشكله؟ يقدر ياكل منه بس هياخد قطعتين يوميا، يعني يقدر ياخد قطعتين عشان الاحتياج اليومي للانسان البالغ غير الطفل. غير الطفل بالظبط كده. تمام. فاعتقد ان هو ان شاء الله منتج مهم جدا. كمان التصنيع بتاعه احنا بنصنعه في واحد من اكبر المصانع في الشرق الاوسط، شركه فارما زاد. حقيقه بحييهم من هنا بمجهود رائع، واحد من اكبر المصانع الغذائيه في الشرق الاوسط. وكمان ان شاء الله رب العالمين هم احب ابارك لهم ان هم دخلوا كمان في هيئه سلامه الغذاء المصريه، اللي بصراحه كلنا بنفتخر بيها، حاجه محترمه جدا لتصحيح المسار بالنسبه لكل الادويه وكل المكملات الغذائيه بشكل كبير جدا. الحقيقه احنا بنبقى سعداء جدا يا دكتور بالنماذج المشرفه اللي بتكون مصريه وبتحرص على السلامه العامه، لان دايما معروف ان يعني صحه المواطن المصري عند بعض الناس طبعا اقوال شائعه مغلوطه، الناس مش مهتمه بيها او الدوله مش مهتمه بيها، لكن حلو قوي لما نلاقي استابليشمنت او مؤسسه مهتمه جدا بالسلامه والامن الغذائي بالشكل ده. لا الحقيقه كان المجهود الكبير اللي اتعمل من وزاره الصحه الفتره اللي فاتت، يعني الهيئه ديت هيئه يعني مهمه جدا جدا في ترخيص كل المصانع والرقابه عليها. كمان التصدير ما يعني لا يتم غير بتصريح من هيئه سلامه الغذاء. كويس جدا. دي حاجه كويسه جدا. الحمد لله احنا الحمد لله بدانا نصدر كمان الادويه بتاعتنا، يعني كل الحاجات دي الحمد لله بدانا نصدرها. صدرناها لتنزانيا، يمكن من الدول الافريقيه المهمه جدا، تنزانيا الحمد لله صدرنا ليها. كمان المصنع اللي انا بتكلم حضرتك عليه فارما زاد، يعني متكود في هيئه او في وزاره الصحه السعوديه، ده اللي سهل لنا الماموريه ان احنا الحمد لله نصدر للسعوديه. كمان صدرنا لبعض دول الخليج زي الكويت وزي البحرين والامارات، وان شاء الله في طريقنا للتصدير للمغرب. فان شاء الله رب العالمين المنتج دوت من المنتجات الكويسه جدا، الجوده بتاعته جوده عاليه جدا جدا. فان شاء الله رب العالمين نتمنى الاطفال بتوعنا كلهم يستفيدوا منه، لان الحقيقه يعني خلاص وداعا بقى لموضوع الجري بالمعلقه ورا الطفل ويوقع نص المعلقه اكتر ما بياكل، يعني هاخد قد ايه. فالاسئله دي بتبقى شائعه جدا جدا من الامهات. احنا معانا اتصال او حاجه يا جماعه؟ معانا اتصال تليفوني؟ طيب بالمناسبه احنا منتظرين كل اسئلتكم واستفساراتكم، جت امبارح على البيج اسئله كتيره جدا، احنا ان شاء الله النهارده مستنيين اسئلتكم على الهواء على الارقام اللي ظاهره على الشاشه. اتفضل يا دكتور كمل. تمام. المستحضر الثاني اللي حابب انوه بيه برضو هو الكيديكال. الكيديكال الحقيقه هو يعني نفس الفورمه بتاعه الجيريفيت اللي هي الحلوى الجيلي، نفس الطعم يا دكتور. انا دقت واحد بس ما دقتش الثاني. والله هو احنا عاملينه بطعوم مختلفه الحقيقه. يعني الالوان ديت كمان بطمن الامهات جدا ان هي كلها الوان طبيعيه، اكيد الوان مصرح بيها طبعا، اكيد الوان غذائيه امنه 100% طبعا. بالظبط كده. كمان هي حاجه محببه جدا بالنسبه للطفل، كانت المشكله الكبيره اللي بتقابلنا قبل كده ان الام هي اللي بتجري ورا الطفل بالمعلقه، هنا بقى الطفل هو اللي هيجري عشان ياخدها كل يوم. هنرجع للكيديكال، ولكن هناخد اتصال تليفوني من استاذ محمد من القاهره. الو الو، السلام عليكم يا فندم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا دكتوره نور، ازي حضرتك؟ اهلا بسيادتك، اهلا بيك. الله يكرمك.
ممكن اسال الدكتور محمد؟ اه دكتور معاك، اتفضل يا ينفع فندم. اتفضل. ايه يا دكتور محمد، معاك محمد المنشاوي مدير مشروع علاج الاطباء. اهلا وسهلا يا فندم. استاذ محمد المنشاوي، اه دي مداخله تليفونيه يا ايوه جماعه. استاذ محمد ايوه المنشاوي مدير مشروع العلاجي لنقابه الاطباء، اهلا بسيادتك، بنرحب بيك طبعا. اهلا يا باشا، اهلا اهلا يا باشا. بحضرتك، اتفضل دكتور محمد معاك لاي سؤال. ماشي، ليه يا دكتور الادويه دي غير متاحه في الصيدليات اللي هي الباكج بتاع المناعه دي؟ استاذ حضرتك الصيدليات المتعاقد معاها من قبل نقابه الاطباء يا استاذ محمد؟ اه احنا عايزين نعمل بروتوكول تعاون ويكون فيه ويكون سؤال. فيه خصم للدكاترة. تمام، طيب احنا ان شاء الله لازم ننظر ده يا دكتور محمد ان شاء الله، عشان استاذ محمد من شويه مدير مشروع علاجي بقى، يعني تمام. اكتر حد عنده لامس المساله دي وعارف ان هو طبعا الحاجات دي ناقصه جدا تمام. في طيب الصيدليات. الحقيقة خلينا من هنا من برنامج حضرتك، اسمحي لي ان احنا نبدأ نعرض مبادرة من الشركة، من عندنا، من شركة اكسترا ميد للصناعات الدوائية، ب يعني خصم كبير جدا للسادة الأطباء. خلينا تمام نتفق مع الدكتور محمد ان احنا نبدأ نشوف الصيدليات اللي بتتعامل في المشروع دوت، ونبدأ نعمل بروتوكول تعاون مع الجمعية او مع السادة الأطباء، ان احنا نبدأ نوفر لهم الأدوية ديت، وان شاء الله رب العالمين هتبقى حاجه في يعني حاجه بسيطه جدا باسعار رمزيه زي ما بنقول. تمام الحقيقه دوت اقل دور نقدر نقدمه لجيش مصر الابيض او للساده الاطباء اللي الحقيقه بيبذلوا مجهود رائع جدا جدا، بيضحوا بارواحهم فعلا علشان حمايه هذا البلد. متشكرين جدا يا استاذ محمد. خلاص دكتور محمد صبحي وعدنا اهو بوجود ان شاء تعاون الله، ان شاء الله مشترك مع نقابه الاطباء، ان شاء الله بعد البرنامج لو حضرتك انا تستنى اتواصل مع نتواصل سيادتك مع ان حضرتك، شاء ده الله. حاجه طبعا تساعدنا جدا، وان طبعا شاء الله رب العالمين يبقى في شكرا بروتوكول لاتصال تعاون حضرتك، شكرا لاتصال ان حضرتك يا شاء استاذ الله. محمد، شكرا يا ليك، دكتور مع الف تحت امر سلامه، حضرتك يا دكتور شكرا محمد، تحت جزيلا. امر. اتفضل سيادتك، شيء هي اللي عاملين صدى اهو طبعا الحمد الحمد لله. لله رب العالمين. الحقيقه المستحضرات ديت فعلا حق لكل طبيب انه ياخدها بشكل انه على الاقل يلاقيها متاحه، لان المشكله زي ما قلت لحضرتك ان بعض السلوكيات الخاطئه بالنسبه لنا، ان احنا موضوع الهجوم في اي ازمه الحقيقه، مش بس ازمه الادويه اللي حصلت الفتره اللي فاتت في بعض الفيتامينز والمينرالز، الحاجات اللي بتقوي المناعه، للاسف الثقافه بتاعتنا بتبقى سيئه جدا جدا في ثقافه الشراء والاستحواذ بالظبط كده، ونخزن بالظبط سواء كده. مواد الحقيقه ده غذائيه او دوائيه. حاجه غير عادله بالمره ان هو طبعا يقدر يوصل للناس كلها، بس خلينا ان شاء الله رب العالمين احنا الادويه بتاعتنا كلها افيلابل، ما عندناش فيها مشكله. الحقيقه السيد رئيس مجلس الاداره وجه بزياده انتاج او الكميات الكبيره جدا اللي احنا انتجناها الفتره اللي فاتت، هي متاحه لكل الناس. وانا من الحقيقه جهتي برحب بيه وبحييه تحيه كبيره سياده السفير رضا ابو امين، طبعا نشكره جدا على المنتجات الفائقه الجوده، دي اهم حاجه عندنا نقدم للمواطن المصري اقل حق من حقوقه هو العلاج تمام ومقاومه المرض، لو احنا بالمعنى الصحيح او الدقيق للكلمه مفيش علاج، لكن زي ما قلت الوقايه خير من العلاج، ودي الحاجه اللي في ايدينا دلوقتي ان احنا نعمل لنفسنا وقايه او رفع مناعه ذاتيه للجسم. بالظبط كده. كمان احنا في بروتوكول قدمناه لوزاره الصحه بالتعاون معاها، ان احنا اوريدي على استعداد تام توريد لكل المخازن بتاع وزاره الصحه، بحيث يبقى كمان افيلابل في المستشفيات للعلاج بتاع العزل المنزلي. فدي تمام حاجه ان شاء الله رب العالمين احنا دي حاجه ماشيين عايزه يا فيها دكتور تواصل او بروتوكول مع الوزاره نفسها. بالظبط حضرتك كده بلغتني انه في فعلا حصل تواصل وفي بالظبط بروتوكول تعاون هيتم مع وزارة الصحة نفسها عشان توصف الأدوية دي في بروتوكول العلاج. بالظبط كده تمام؟ بالظبط. شيء حلو. لو رجعنا تاني للكيديكال، الحقيقة الكيديكال من ضمن الحاجات المهمة جدا، مش بس للأطفال، كمان زي ما حضرتك قلتي بعض السيدات اللي بتحب بقى حاجات الحلوة. يعني اللي تعبت بقى من الأقراص واللي تعبت من الكبسولات، الحقيقة الكيديكال عبارة عن كالسيوم مع مغنيسيوم مع فيتامين دي 3. احنا مش عارفين ايه حكايه كيتي كال، وشه حلو واتصالات كتيره. معانا امنه من سوهاج. الو الو. طيب شكرا يا استاذه امنه، حاولي اتصال بينا تاني، هنرد عليك على طول اوعدك. اتفضلي يا دكتور. الكيتي كال زي ما قلت كالسيوم مع فيتامين دي 3 مع مغنيسيوم مع فوسفورس. الحقيقه التركيبه المتكامله ديت مهمه جدا جدا للاطفال في الفترة نقول اللي هو تاني يا دكتور معلش كدي كال. احنا قلنا الجيري فيت، فيتامين سي، دال، فوليك اسيد، مغنيسيوم، زنك، وحديد. بالظبط كده. الكدي كال ايه بقى الحاجة اللي مش موجودة في الجيري فيت؟ الكالسيوم.
الكالسيوم الحقيقه في وفي برضه فيتامين د صح؟ اه كالسيوم مع فيتامين دي مع فوسفورس مع مغنيسيوم كده كده. اوكي الحقيقه دي تركيبه متكامله جدا جدا لصحه العظام وصحه الاسنان بالنسبه للاطفال، فدي حاجه مهمه جدا ومحببه جدا جدا. الفوسفور والكالسيوم والمغنيسيوم الثلاثه دول مع بعض مهمين جدا في صحه العظام وصحه الاسنان بالنسبه للاطفال. تمام. كمان للمراه الحامل بقى اكيد زهقت من كتر الادويه اللي طعمها وحش وطعمها مر ومفيش بقى كلام ده بعد النهارده. لا احنا يعني حبينا نعمل الموضوع ده ليهم شويه. موضوع الحلوى الجيلي ديت مهمه جدا جدا بالنسبه لهم كمكمل غذائي اثناء فتره الحمل واثناء فتره الرضاعه. تمام. القطعه الواحده هي بتاخد قطعه واحده بس في اليوم، قطعه واحده بس من الكيديكال. تمام. هيديها كل الاكسترنال سبلمنت او كل المكملات الغذائيه الخارجيه الخارجي من الكالسيوم. تمام. يعني بعد طبعا ده يعني بعد ان هي تاخد كوبايه لبن في اليوم، بعد ان هي تاخد قطعتين جبنه، بعد ان هي تاخد الزبادي والكلام ده كله، الحاجات دي اساسيه جدا جدا في الحمل. الحقيقه ليه؟ لان احنا يعني اقصى جرعه المفروض تتاخد في اليوم من اي مكمل غذائي يحتوي على الكالسيوم هي 500 ملي جرام. طيب. ودوت ليه؟ ده 500 مللي جرام. الحقيقه القطعه الواحده فيها 500 مللي جرام. اكتر من كده احنا يعني بتبقى في مشكله شويه ان احنا بنخاف على الكلى ان هو ممكن يعمل بعض الحصوات، ولكن الجرعه بتاعتنا امنه تماما تماما بالنسبه للبريجننت فيميلز او اللي هم المراه الحامل او المراه المرضع. تمام. فالحاجات دي مهمه جدا بالنسبه لها، الحاجات دي ممتازه لكن لا جدا تغني عن الغذاء. لا تغني عن الغذاء طبعا. بشكر امانه حضرتك طبعا جدا، لا تغني تماما عن الغذاء. في ناس بتقول بتقدم المنتج او الدواء وتقول ده خلاص كده انت مش محتاجه اي حاجه تاني طبعا، لكن لا بنشكر امانه حضرتك انك بتصر ان ده لا يغني تماما عن الغذاء. طبعا طبعا الغذاء الصحي الغذاء المتوازن الحاجات دي مهمه جدا جدا للصحه العامه لصحه الطفل لصحه الام للصحه العامه كلها. تمام. فإن شاء الله رب العالمين الكيديكال من ضمن الحاجات اللي لذيذة جدا بالنسبة للمرأة الحامل. كمان المرأة المرضع اللي علشان الرضاعة واللبن والحاجات دي كل ده بيسحب من المخزون الاستراتيجي بتاع جسمها، فعشان كده دايما السيدات أكثر عرضة مثلا للكسور بسبب ان دايما الكالسيوم مسحوب من جسمها سواء في الولاده سواء في الرضاعه، فدايما لازم تعمل استعاضه للكالسيوم بتاعها المفقود بمكملات. طيب اسئله بقى سريعه جت لنا على البيج. تمام. دلوقتي احنا عندنا 5 منتجات. تمام. واحده عندها تساقط شعر. تمام. تاخد ايه مع ايه؟ تساقط الشعر هتاخد اللافينو. اللافينو اللي هو فيه اللافينو اللي هو فيه الزنك، في الزنك وفي الفيتامين اي وفيتامين بي المركب. الحقيقه ده مهم جدا جدا لصحه الشعر. تمام. كمان الانتي اوكسيدنت اللي فيه بترفع المناعه بشكل كبير، بتزيل الشوارد الحره. الانتي اوكسيدنت دي هايله في كده. بالظبط. انا بتقلل الحبوب، بتقلل تساقط الشعر كده. خلينا نعرف ايه الموضوع الاول. الشوارد الحره دي او الفري راديكلز زي ما بنطلق عليها، الحقيقه نتيجه التفاعلات الكيميائيه اللي بتحدث في الجسم عندنا. احنا التفاعلات الكيميائيه كتيره جدا. الجسم الحقيقه من قدره ربنا سبحانه وتعالى معقد جدا جدا في الكيمياء بتاعته او الكيمياء الحيويه اللي داخله فيه بشكل كبير جدا. الحقيقه بينتج عن بعض عمليات التمثيل الغذائي حاجه اسمها الفري راديكلز او الشوارد الحره. الحقيقه الشوارد الحره دي من اكثر الحاجات للاسف المسببه للسرطانات. الحقيقه من ضمن الحاجات المشاكل الكبيره جدا جدا موضوع الفري راديكلز او الشوارد الحره. طيب من رحمه ربنا سبحانه وتعالى بينا ان الاكل بتاعنا الصحي أكل الصحي كمان بعض الأنتي أوكسيدنت اللي موجودة في المكملات الغذائية زي اللافينو أو زي الجريفيت أو زي الأوميكس، الحاجات دي بتمحو تماما تأثير هذه الشوارد الحرة. من أهم الحاجات اللي بتعمل على إزالة الشوارد الحرة هي فيتامين A وفيتامين E وفيتامين C. الحقيقة الثلاث فيتامينات إيه اللي هو هي يا دكتور جدا. بالظبط كده، بيسمى فيتامين الجمال عند بعض الناس. طبعا طبعا. فاللافينو يحتوي على هذه الفيتامينات. طيب. تمام. ده بالنسبه لتساقط الشعر الاولاني. خلينا في بعض من اهم اسباب تساقط الشعر هي الانيميا. الحقيقه زي ما اتكلمنا المره اللي فاتت ان الانيميا بتؤدي الى تساقط الشعر بشكل كبير جدا. الاوميكس بقى هيساعدنا ان احنا نتخلص من الانيميا عن طريق ان هو هيزود امتصاص الحديد بشكل كبير جدا. هنرجع تاني لحضرتك، هناخد بس تريزا من القاهره. الو الو مساء الخير. مساء النور. اهلا وسهلا.
اهلا بحضرتك، ممكن اكلم الدكتور؟ طبعا دكتور معاكي، اتفضلي. لو سمحت يا دكتور، انا كنت سالت في الصيدليه اللي تحت البيت، ما لقيتش الادويه موجوده. ممكن حضرتك تقول لي ايه الصيدليات اللي موجود فيها الادويه في شارع 9؟ تمام. في الحقيقه الهرم ده. خلينا يعني خلينا ممكن اتواصل مع حضرتك بعد البرنامج بحيث نقول لحضرتك على اسماء الصيدليات اللي موجوده، لان مش هنقدر ارقام الشركه معانا على مش الشاشه هنقدر بالمناسبه. نسرد كل الصيدليات اللي موجود فيها المنتجات ديت. شارع 9؟ لا، يا في المعيد يا في المقطم، يعني حضرتك ما حددتيش، بس نشكر اتصالك. وعامه لطلب كميات يعني تكفيكي شهر او شهرين من الادويه اللي معانا ديت او من الفيتامينز دي، بتقدري تتواصلي على الارقام اللي ظهر قدامك على الشاشه. كمان متاح، صحيح كمان دكتور؟ بالظبط كده، كمان متاح على صفحه الفيسبوك بتاعت الشركه كده. تقدر تطلب وهيوصل لها. كمان احنا بنقدم يعني الحاجات ديت بعروض، زي ما قلنا المره اللي احنا فاتت احنا عاملين عروض خاصه لبرنامجنا بس يا جماعه، برنامج نور الطب. فان شاء الله رب العالمين العروض دي كلها متوفره بشكل كبير جدا، وكمان هتوصل لك لحد البيت. ولقيت لفته حلوه حضرتك عاملين لبعض الاماكن مجانا. بالظبط، ده شيء هايل محدش بيعمله يا دكتور. لا ده حاجه، ده ابسط حاجه نقدر نقدمها لمصر في الوقت ده. الحقيقه يعني احنا ضد دايما سياسه الاستغلال في الشركه عندنا، والاحتكار، ضد الاحتكار بشكل كبير جدا. فالحاجات دي افيلابل متاحه. كمان لو حضرتك مش قادره توصلي لصيدليه متاح فيها المنتجات ديت، حضرتك ممكن نتواصل يا اما على ارقام الشركه اللي هتظهر على الشاشه او على صفحه الفيسبوك في العرض بتاع نور الطب. حضرتك يا اما في الكومنت يا اما من خلال رسائل الصفحه العنوان بس، وان شاء الله رب العالمين الحاجه هتوصل لك بشحن مجانا. كمان بشحن مجانا يا استاذه تريزا، يعني شوفي بقى الدلع مفيش اكتر من كده ان شاء الله. طيب دكتور، نرجع بقى لمساله الاومكس مع اللافينو. لسه حضرتك كنت بتتكلم في مساله تساقط الشعر، الاثنين دول مع بعض بيكملوا بعض؟ بيكملوا بعض بشكل كبير جدا. الزنك من ضمن المستحضرات المهمه جدا جدا علشان نمو الشعر. كمان الحديد مهم جدا جدا علشان نتخلص من الانيميا. الجرعه بقى، الجرعه هناخد لو الحقيقه الجرعه بتختلف شويه من حاله للتانيه، لان الجرعه على حسب الانيميا. لو هنقول ان في انيميا شديده شويه فهناخد كيسين من الاومكس مع كيسين من الاومكس من الاومكس. لو الانيميا زيادة يعني بتقدمهم عدد ساعات معينة مثلا، لو أقل مثلا من 8، لو أقل من 8 الهيموجلوبين أقل من 8 فهنضطر ناخد الأوميكس ده كيسين في اليوم. طب الفيريتين يا دكتور، هو ده بيعالج الفيريتين؟ خلينا نعرف في الأول إيه هو الفيريتين. الفيريتين دوت المخزن بتاع الحديد في الجسم. الحقيقة الحديد لأنه عنصر مهم جدا جدا، فالحقيقة الجسم ما بيتخلص منه بسهولة، وده من يعني من حكمة ربنا سبحانه وتعالى، إن الحديد فعلا مهم جدا في حاجات كتيرة جدا، أهمها على الإطلاق تخليق كرات الدم الحمراء وتخليق الهيموجلوبين. الحقيقة عنصر الحديد هو العنصر الأساسي أو الذرة الأساسية في تكوين الهيموجلوبين اللي هو الهيموجلوبين. يعني يا دكتور دلوقتي الفيريتين هو مصنع الهيموجلوبين، عشان في ناس بتتلخبط ما بين الفيريتين والهيموجلوبين. هو الفيريتين ده المخزن، نسبة الحديد في الدم وينزل. لا، هو الفيريتين هو المخزن بتاع الحديد في الدم او في الجسم، لان الفيريتين يعني بيتخزن في الجسم في بعض الاماكن من ضمنها الكبد مثلا. عشان كده دايما من ضمن اعلى الحاجات اللي موجود فيها حديد، مصدر الحديد، الكبده بتاعت الحيوانات. صح. او اللحمه الحمراء. الحاجات ديت كلها بتخزن فيها الحديد بشكل كبير. فالفيريتين وانس ان انا اخدت الاوميكس وبدا يتخزن، اول حاجه بعد ما الحديد بيمتص بيخش 75% منه، 75% بيروح على نخاع العظم علشان يخلق كرات الدم الحمراء، بالتحديد علشان يخلق الهيموجلوبين. الهيموجلوبين لو جينا نشوف وظيفته مهمه جدا، هو اللي بيحمل الاكسجين علشان يوصله لجميع خلايا الجسم، فهو المسؤول اساسي عن التنفس. بالظبط كده. الحقيقه يمكن والفيروس ده كمان كمتلازمه تنفسيه، كنت لسه اقول لحضرتك بيشتغل على النقطه دي جدا. بالزبط. على قصور في توصيل الاكسجين لكل اجزاء الجسم. بالظبط كده. فان انا اخد الاومكس بشكل كبير، فهنقول ان هو لو الهيموجلوبين قليل بشكل ملحوظ هناخد كيسين اومكس في اليوم مع قرص لافينو. كيسين مع قرص. لو يعني لو الهيموجلوبين بتاعي مظبوط شويه فهناخد كيس واحد من الاومكس مع قرص واحد من اللافينو. بالظبط. ليه مواعيد معينه يا دكتور؟ يعني قلنا ده قبل الاكل. طيب اللافينو بعد الاكل ولا ايه؟ مفيش اي مشكله فيه خالص. يعني فناخد ده قبل وده بعد في نفس الوجبه؟ في نفس الوجبه، دي مفيش فيها اي مشكله خالص. تمام جدا. يعني آمن على المعدة، آمن على الاستخدام، مع يعني مفيش مثلا ايه يتعارض مع استخدامه حاجة تانية؟ لا، آمن تماما. بالزبط. مع الاستخدام الدائم والمستمر والفترة الطويلة، لونج ران. مظبوط.
تمام. طيب بالنسبه لنقص الفيريتين، قلنا لو هنبقى نقص فيريتين بس هناخد الاوميكس مرتين في اليوم. لو خلينا نقول نقص الحديد، يعني لان الحديد هو او الفيريتين هو صوره من التخزين للحديد، لان الفيريتين دوت يعني ربنا سبحانه وتعالى خلقه كمخزن للحديد. فاول ما الجسم بيمتص الحديد بيروح على طول على الاماكن اللي فيها مشاكل او الاماكن اللي فيها نقص. يعني لو الهيموجلوبين قليل يبدا المصانع بتاعه الهيموجلوبين تشتغل تسد الحاجه الناقصه دي او الهيموجلوبين ده، والحاجه الزايده عن الاحتياج تبدا تتخزن في الكبد في صوره الفيريتين اللي حضرتك قلت عليه. وبيروح طبعا في الكبد، ده المخزن الاساسي بتاع الفيريتين. كمان بيبقى موجود في الدم، يعني عشان تحليل الفيريتين دوت من ضمن الحاجات المهمه جدا جدا حتى في البروتوكول بتاع الكشف عن فيروس كورونا. لسه هنرجع لده يا دكتور بعد التليفون. معانا ابو لؤي من القاهره. الو الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا. لو تكرمتي ممكن اشهد، ممكن اسال الدكتور لو سمحتي؟ اتفضل دكتور مع حضرتك، اهلا وسهلا. طيب دلوقتي انا بستخدم الاوميكس. تمام يا فندم. وبعدين هل الاوميكس دوت لو استخدمته فتره طويله هل له اي اثار جانبيه على الجسم، مثلا على الكبد او على الكلى او على اي حاجه ولا هو امن جدا واحد ممكن ياخده لفتره طويله؟ طيب ده شكرا. دي نقطه. تمام. دي نقطه. دي سؤال. السؤال الثاني ان انا ساكن في الهرم، وبالرغم من كده انا نزلت عشان خاطر اسال على الاوميكس، لقيت يعني صعب جدا، يا دوب لقيته في خانه واحده. فيا ريت بعد اذن حضرتك يا دكتور المنتجات الكويسه الحلوه ديت يا ريت تتعمم على صيدليات على اساس ان يكون في فرصه متاحه ان احنا ناخدها. يعني حضرتك شفت يعني نزلت جبته من الصيدليه لما شفتنا الحلقه اللي فاتت، ولا كان مع حضرتك من قبل كده؟ لا 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 طبعا، بعد الحلقه لما سمعت عن الفوائد بتاعته وان هو بيرفع مناعه وانه هو منتج كويس جدا، فانا نزلت على طول في نفس اليوم على طول قعدت اسال عليه. المشكله ان مفيش كل الاغذيات معظمها في شارع الهرم مش موجوده، يا دوب لقيت بس في صيدليه واحده. تمام. اللي هي صيدليه الوليد. خلاص. فيا ريت بس المنتجات الحلوه ديت تعمم بس عشان خاطر يبقى فيها الاستفاده اكبر للناس. اكيد ان شاء الله. شكرا جدا لصالح حضرتك، وتابعنا ان شاء الله باستمرار. شكرا جزيلا. خلينا نبدا بالنقطه الثانيه الاول اللي هي موضوع الافيلابيليتي او ازاي يحصل عليه. الحقيقه هو يعني بنحاول نوفره في كتير من الصيدليات، ولكن زي ما قلت لحضرتك لو في صعوبه في الحصول عليه من اي صيدليه خلينا نتواصل مع صفحه الفيسبوك او نتواصل من خلال يعني الارقام اللي ظهر على الشاشه وان شاء الله ربع يومين هيتوصل لحضرتك يعني ماكسيموم ثاني يوم. تمام. دي اول نقطه. النقطه الثانيه بالنسبه يعني اثار نقطه مهمه جدا في الامان بتاع الاوميكس سايد افكت. هل ليه سايد افكت؟ الحقيقه بطمن حضرتك جدا وبطمن كل الساده المشاهدين ان اللاكتوفيرين اصلا هي ماده طبيعيه. اللاكتوفيرين اصلا موجوده فين يا دكتور؟ لو لقيناها في الاكل يعني. الحقيقه هو موجود بتركيزات بسيطه في اللبن في بعض الالبان، كمان موجود بتركيز جاي من حمض اللاكتيك. بالظبط كده. بالظبط كده. فخلينا نقول كمان موجود بصوره كبيره في لبن السرسوب. هي لبن السرسوب دوت من الحاجات يعني القويه جدا جدا في المناعه. سبحان الله، ده من عظمه ربنا ان هو بيدي للطفل مناعه قويه جدا اول ما يتولد يعني. طبعا. فالحقيقه ده مصدر اساسي من المصادر اللاكتوفيرين اللي موجوده. كمان اللاكتوفيرين فبطمنه جدا جدا مهما استعملناه بشكل كبير جدا، مهما استعملناه بشكل يومي مفيش اي ضرر منه تماما تماما تماما. شيء هو او اللافينو يا دكتور؟ لا، اللافينو دايما ادويه يقول ايه اقصى استعمال 3 شهور وريح جسمك شويه وارجع كمل تاني. عايزين نثير النقطه دي معلش. تمام. الحقيقه خلينا نقول ان دي الميزه في التركيزات بتاعه اللافينو. الحقيقه اللافينو هو الاحتياج اليومي مش متضاعف في مرتين وثلاثة وأربعة زي بعض المكملات التانية أو بيدهلنا فبتتخزن في الجسم، ولا يمكن أكتر بيدهلنا زيادة فبتتخزن في الجسم. بالضبط كده. فده دي الحقيقة بتعمل مشاكل صحية بعد كده. إنما الجرعات بتاعتنا هي جرعات الاحتياج اليومي. الحقيقة بأكد على النقطة دي إن أنت انا في الفتره دي عاوز ارفع المناعه، انما انا ما عنديش مثلا نقص من عنصر الحديد او عندي نقص من عنصر الزنك، فبالتالي مش محتاج ان انا اخد جرعات عاليه. نقص فيتامين دي مثلا بنوصل لجرعات 10,000 وحده يوميا.
احنا قلنا الحلقه اللي فاتت ان الحاجات دي للانسان الطبيعي بالظبط اللي عايز يحافظ على مستوى المناعه ويحافظ على مستوى الفيتامينز المهمه والعناصر المكملات الغذائيه الهامه والضروريه لتكوين الفيريتين او الحديد او الهيموجلوبين او غيره بالزبط. ولكن في حاله وجود نقص في احد العناصر زي فيتامين د مثلا بيكون بجرعه موصي بها بعد وجود تحليل فيتامين د ده مهم جدا. غالبيه الشعب المصري عنده نقص فيتامين د مش عارفه ليه، مع اننا يعني ارخص فيتامين ممكن نحصل عليه في الدنيا لانه من الشمس بس للاسف كلنا ما بنحصلش عليه يا دكتور، دايما عندنا نقص فيه ولذلك لازم يبقى ليه جرعات محدده لما نيجي ناخد العلاج بتاعه. طبعا كلام حضرتك مظبوط، الحقيقه الشمس هي المصدر الاساسي للفيتامين دوت عن طريق ان هي بتعمل تحويل لماده موجوده عندنا تحت الجلد اللي هي ديهايدرو كوليسترول، بتتحول من ديهايدرو كوليسترول الى فيتامين دي او اللي هي اسمه الكوليكالسيفيرول. فالحقيقه التحويل دوت بيتم عن طريق التعرض لاشعه الشمس بالذات الالترا فايرولت ريز اللي هي الاشعه فوق البنفسجيه في اوقات معينه. وده حتى يعني بيفسر لحضرتك ليه دايما المناعه بتاعتنا اقوى في الصيف اقوى من الشتاء، فعلا اقل عرضه للبرد بالظبط عشان الشمس يعني بتاعتنا بتبقى قويه، اقل عرضه للفيروسات بشكل كبير جدا بسبب تعرضنا لاشعه الشمس بشكل اكبر. تمام. فاحنا الحقيقه لو جينا نتكلم بقى عن العرض ايوه احنا محتاجين بقى دلوقتي مرحله العروض يعني نركز قوي يا جماعه. اتفضل يا دكتور. خلينا نقول ان احنا عندنا عرضين، العرض الاول بالنسبه للكبار اللي احنا قلناه اللي يعني هناخد علبه اوميكس مع علبه لافينو، هناخد عليها علبه الكاتا هديه. حلو قوي. علبه الاوميكس مع علبه اللافينو هناخد علبه الكاتا، الثلاثه دول كده جرعه كافيه وافيه يوميا لرفع المناعه بالظبط، كل الفيتامينات مره واحده بس يوميا بالنسبه لها. لو انا قلقان شويه من او مخالط اكتر او انا قلقان شويه من الحاجات ممكن ازود جرعه الاوميكس الى كيسين في اليوم. لو هنقسمها على مدار اليوم يا دكتور بالترتيب هناخد دي امتى ودي امتى ودي امتى؟ هناخد الاوميكس بعد قبل الغداء بنص ساعه، الاوميكس هناخده قبل الغداء بنص ساعه. تمام. هناخد اللافينو الصبح، هناخد اللافينو الصبح، بعد كده بالليل هناخد قرص الكاتا. تمام. يعني خلينا نقول دوت الصبح. تمام. في الغداء بالليل. يعني نقول لافينو بعد الفطار. تمام. اوميكس قبل الغداء. بالظبط كده. كاتا على العشاء. بالظبط. قبل ولا بعد؟ مش هتفرق. تمام. يعني دي ما فيش فيها مشكله. حضرتك بتقول ان دي حبيبات مضغ، دي الحقيقه الحاجه الوحيده اللي ما جربتهاش. لا هي ان شاء الله، هي كمان احنا عاملينها بطعم الفانيليا كمان، يعني حاطين فيها بعض الطعوم علشان تبقى يعني مستساغه للناس. احنا كلنا عارفين ان ان دايما الفيتامينات والاملاح المعدنيه ديت بيبقى ليها افتر تيست شويه، بس الحمد لله احنا بالتقنيه الجديده اللي احنا شغالين بيها في التصنيع عملنا ماسكينج تماما، مفيش اي طعم او مفيش اي افتر تيست او اللي هو الطعم اللي بيبقى ممرر شويه بعد ما باخد الدواء او طعم الحديد. لا ده مش موجود تماما مع المستحضرات بتاعتنا علشان التقنيه الجديده اللي احنا شغالين بيها في التصنيع. شيء العرض الثاني بقى. العرض الثاني اللي احنا ما لحقناش نكمله المره اللي فاتت هو عرض بالنسبه للاطفال. الحقيقه زي ما قلنا للاطفال مهم جدا جدا نرفع مناعتهم بشكل كبير. الحقيقه احنا قلنا ان الاوميكس ده اساسي بالنسبه برضو للاطفال وللكبار، يعني الاوميكس ده هو ده يا دكتور بطعم الفراوله. انا دكتور لقيت فيه طعم مسكر فبقول ايه، لا ده انا واكله بونبوني ده حاجه ثانيه. هو فعلا هو اللي طعم فراوله، هو طعم الفراوله كمان. احنا يعني علشان يبقى الادويه مستساغه بالنسبه للاطفال، لان الحقيقه خلينا نتفق على حاجه مهمه جدا ان الطفل يعني ذكي جدا. لو لقى في حاجه طعمها سيء مش يعني ممكن ياخدها مره، انما استحاله ياخدها المره اللي بعدها. فالحاجات دي طعمها كويس جدا جدا بالنسبه للطفل، الاوميكس بطعم الفراوله. فهنقول العرض بقى بتاع الاطفال. ايوه. علبتين اوميكس، اتنين اوميكس، هياخد اتنين اوميكس مع واحده جيريفيت اللي هو المكونات اللازمه، الفيتامين سي وفيتامين د وفوليك اسيد ومغنيسيوم وزنك وحديد، كل ما يحتاجه الطفل يعني بشكل يومي في جرعه واحده، جرعه واحده الموصي بها يعني الجرعه اليوميه الموصي بها. طيب اللي هياخد علبتين اوميكس مع علبه جيريفيت هياخد علبه كيديكال هديه. كيديكال ده اللي احنا قلنا ان هو فيه مغنيسيوم وفوسفور وكالسيوم وفيتامين د. بالظبط كده. تمام. شيء هي يعني صحه العظام والاسنان والجسم كل حاجه للصحه كده. المتكامله والمناعه وكمان في الفتره ديت لرفع التركيز. كمان الاطفال عندنا فيهم مشكله كبيره شويه، موضوع ان هم بيكي ايترز زي ما بيقولوا، او بينتقي انواع معينه من الاكل اللي هاكله. يعني هتلاقيه في اطفال ما بتاكلش خضار، في اطفال لا
بتاكل لحمه بس، بتاكل فراخ بس، فالحقيقه ما بيحصلش جسمه ما بيحصلش على كل الفيتامينات والمينرالز اللي بيبقى محتاجها، لانه بيختار بعض الاكلات واكلات تانية ما بياكلهاش. فتبقى دي يعني الجيرفيت والكيدي كالاج مهمين جدا بالنسبه له علشان تكفر كل المالتي فيتامين والمينرالز اللي جسمه هو اللي هيصحى كمان ان هو ياكلها بقى، هو اللي هيجري ورا الام دلوقتي مش الام اللي هتجري وراه. اه يعني تخيل حضرتك كده فكره ان الدواء هيبقى هو المكافاه بتاعته اللي احنا بنديها له علشان عمل حاجه كويسه. فدي اعتقد دي حاجه مهمه جدا، غيرت تماما فكر الادويه بالنسبه للاطفال. هي احنا برضو بنحاول نوصل لبعض المكملات الغذائيه وبعض الادويه التانية اللي بتزود المناعه بشكل كبير جدا بصور تانية يعني ان شاء الله 40. برضو احنا عندنا مستحضرات كتيره جدا جدا في الشركه، ولكن في الوقت الحالي هم دول اللي نقدر نعتمد عليهم، هم دول ريليتد بالموضوع اللي احنا عايشين فيه للاسف دلوقتي كورونا فيروس ان شاء الله رب العالمين. طيب دلوقتي عرض تاني معلش، 2 اوميكس واحده جيري فيت. العرض تاني 2 اوميكس ظهر على الشاشه. 2 اوميكس مع واحده جيري فيت هياخد واحده كيديكال هديه. العرض بتاع الكبار واحده اوميكس مع لافينو هياخد الكاتا هديه. الحقيقه يعني دوت برضو مساهمه مننا في يعني رفع العبء شويه، لان الفتره ديت يعني في ميزانيه كامله كده لازم الاب يعمل حسابه فيها او الاسره تعمل حسابها فيها علشان من الفيتامينات والمعادن علشان رفع المقاومه. كمان الكمامات والكحول والحاجات الجديده الحقيقه اللي طرقت علينا الفتره ديت، فده بصراحه مساهمه من الشركه في رفع الـ يعني او كدعم للمواطن في الفتره دي. الحقيقه يعني الحديث شيق جدا مع حضرتك، وشكرا جزيلا على تعبك وعلى اللي بتقدمه الشركه لينا من مستحضرات وفيتامين. بشكر حضرتك شكرا جزيلا. شكرا دكتور جدا. محمد صبحي. شكرا لكم مشاهدينا على متابعتكم لينا، واللي ما لحقش بقى يتصل معلش يتصل بينا بقى الحلقه اللي جايه او يتابعنا مع حضرتك على البيج بتاعت البرنامج ان شاء الله. هنطلع لايف كمان شويه ان شاء الله يا دكتور. إن شاء الله. ادخلوا يا جماعه دلوقتي على الفيسبوك اكتبوا برنامج نور الطب، اعملوا بس سيرش هتلاقونا اول سيرش طالع معاكم على طول. بشكر شكرا جزيلا الدكتور محمد صبحي مدير تسويق والممثل الاعلامي لشركه اكسترا ميد للصناعات الدوائيه. شكرا لك يا دكتور. وبشكر حضراتكم ومتابعتكم معانا، وان شاء الله ننتظر الاعاده بكره وهنوه عن موعد الاعاده على البيج بتاعه البرنامج. شكرا لكم جدا، كانت معاكم نور العقاد، الى اللقاء.